يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 28، الصغرى 18، الإسكندرية 25-17، مطروح 24-16، بورسعيد 24-18، الإسماعيلية 28-16. نذهب إلى سويس، العظمى فيها 28، الصغرى 17، العريش 25-17، طابة 27-23، شرم الشيخ 30-22، الغردقة 30-21. أما في الأقصر 33-21، أسوان 34-22، الوادي الجديد 32-19، شلاتين 31-23، وأخيرا حلايب 28-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.